إمكانيات كبيرة جندت لهذه العملية من جانب بشري وجانب مادي. شفنا كل الشركات متواجدة على مستوى الولاية بما فيها الشركة التابعة لبعض المؤسسات البترولية تشارك في هذه العملية لتمس كل الأحياء. تجري هذه العملية كذلك بمعية ومتابعة ووجود جمعيات المتواجدة على مستوى البلدية ورقلة اليوم اللي راهي تشارك بصفة فعالة على غرار كل الجمعيات المتواجدة على مستوى الولاية في عملية التعقيم.